اللي كنا فاكرينه ملاك طلع هو سبب الهلاك، واللي كان عامل فيها موسى طلع هو فرعون. هو ده الشعار اللي رفعه كل فانز ياسمين عبد العزيز من امبارح، من بعد ما احمد العوضي نشر بوست طويل عريض على صفحته الشخصيه على الفيسبوك، واكد فيها ان مفيش كلام جديد عن الرجوع لياسمين عبد العزيز، وان كل شيء اسمه ونصيب. وده بعد ما طلعت ياسمين وقالت قصاد الملايين انها عاشقة العوضي وبتموت في التراب اللي بيمشي عليه. فتعالوا معايا اعرفكم ليه العوضي رفض يرجع ياسمين عبد العزيز، ويا ترى ايه سبب الانفصال اللي هما الاتنين كانوا مخبيينه، واللي بسببه كانت ياسمين هتفقد حياتها عشان خاطر ترضيه وتبقى عليه. من كام يوم كده كان كل الناس بتقول خلاص، بعد ظهور ياسمين مع اسعاد يونس وكلامها عن عشقها لاحمد العوضي وغرامهم كمان هما الاتنين، انه هيطير على الاستوديو ياخد معاه المأذون ويرجعها. لكن اللي حصل واللي جرى لا يتحكي ولا يتقرا. العوضي اتضح انه هو مش عاوز يرجعها، وده بعد ما نشر بوست اكد فيه انه لسه بيحبها هو التاني. طب ايه يا عم الامور، هترجعها امتى؟ لا، كل شيء اسمه ونصيب، ومفيش رجوع دلوقتي، ولو جاي في رجوع انساني. طب ليه يا فندم زمانك؟ اتضح انها الخلفه هي كلمه السر في الانفصال. جمهور العوضي وياسمين قرا البوست من هنا وهاج عليه من هنا، خصوصا ان كان كله متوقع ان يرجعها بعد ما قالت انه حب حياتها، وبعد الكلام ما اتطور في الوسط الفني كله على ان العوضي انفصل عنها وسابها عشان قصه الانجاب، خصوصا بعد ما اصبح صعب جدا انها تعمل عمليه تاني او انها تخلف تاني بعد ما عملت عمليه خطيره كانت هتقضي عليها. احمد العوضي معروف ان سنه اصغر من ياسمين عبد العزيز بكام سنه، وهو لسه في عز شبابه وشهرته ونجوميته، يعني عاوز من الاخر يخلف ويفرح بنفسه ويلاقي كمان وريث يشيل اسمه، وده اللي مش هتقدر ياسمين تعمله، خصوصا بعد ما عملت عمليه خطيره على حياتها، وعشان كده قرر يضحي بيها. الغريب بقى ان ياسمين كانت متوتره جدا وهي مع اسعاد يونس في برنامج صاحبه السعاده لما جه الكلام عن العوضي وسبب انفصالهم، واكدت انه سبب ملوش علاقه بالخيانه وانها لسه بتدوب في هواه. التعليقات على الموضوع ده جت معظمها هجوميه على احمد العوضي بصوره كبيره جدا ومتعاطفه مع ياسمين عبد العزيز اللي ظهرت ضحيه بعد ما عملت كل شيء عشان خاطر عيونه، وكانت كمان هتضحي بعمرها عشان تسعده، وهو برضه مفيش فايده. كتب شخص من الاشخاص: سبحان الله، خيرا تعمل شرا تلقى، يعني بعد ما وقفت جنبك يا عوضي وكبرتك وصبحت قادر تستغنى عنها، رميت عشان الخلفه ومش عاوز ترجعها وهي اللي بتحبك، الحب ده كله صحيح محدش بيعرف قيمه اللي معاه. لكن بعدها دخل شخص تاني ورد عليه وقال: يا جماعه فعلا كل شيء اسمه نصيب، وهو برضه من حقه يخلف زي ما هي معاها اولاد، هو كمان محتاج يكون اب، ده لسه شاب صغير برضه. وردت عليه بنته وقالت: معاك حق، بس فيها ايه لو حاولوا تاني، مش يسيبها وينط من المركب وش. وفي النهايه بقى شاركونا برايكم في التعليقات وقولوا لنا تفتكروا فعلا تكون قصه الانجاب دي هي السبب الحقيقي اللي ورا انفصال ياسمين والعوضي؟ اكتبوا لنا رايكم في التعليقات.